إذا السلام عليكم وتحية طيبة للجميع. اليوم كنقترح عليكم في هذا الفيديو هذا تمرين بالنسبة للسنة الثانية بكالوريا حول الاحتمالات لي بروبابيليتي، وغنشوفوا التمرين اللي هو في الحقيقة في المستوى حول السحب بالتتابع وبدون إحلال انتيغاج سكسيسيف اي سون ريميز. طيب بالنسبة للمعطيات عندنا يحتوي صندوق على 4 كرات حمراء تحمل أرقام 0 1 2 3 و 5 كرات خضراء تحمل أرقام 0 1 1 2 2. نسحب عشوائيا بالتتابع وبدون إحلال 3 كرات من الصندوق. نحسب الاحتمالات ديال لي زيفينمون سويفون. عندنا ا الحصول بالضبط على كرتين من نفس اللون، اوبتونير اكزاكتومون دو بول دو ميم كولور، الحصول على 3 ارقام مختلفة متنا متنا يعني 2 ا 2، الحصول على 3 كرات من نفس اللون، الحصول على كرات مختلفة اللون. اذا كنقترح عليكم باش نستافدوا من هذا التمرين، وقف الفيديو دير محاولة وعاد اجي نهضر، ما تخرجوش كامل، غتخرج السؤال الاول بوحدو وشوفو واجي نشوفو التصحيح، عاوتاني سير شوف السؤال الثاني وهكذا، ما تخدمش التمرين كامل عاد تمشي تشوف الحل، خدم سؤال بسؤال. الو السؤال الاول، الحصول بالضبط على كرتين من نفس اللون. الو عندنا المعطيات هما هذو 4 حمر و5 خضر. طريقة السحب عندنا بالتتابع وبدون إحلال تيغاج سكسيسيف سون ريميز، دونك هنا il s'agit d'un arrangement ترتيبة، وهذا الترتيبة أو الأرونجمون كنحسبوها ب أ أ. دونك أول حاجة غنبداو نحسبو الكاردينال دو أوميغا كون الإمكانيات. ألوغ عندي كاردينال دو أوميغا تيكال أ 3 دو 9 تيكال 9 و 8 فوا 7 اللي هي 504. دونك هنا ما كاينش اشكال، غنختار 3 من بين 9 وانا عارف بان عندي ترتيبه، دونك قضيه ما فيهاش اشكال. ا 3 من 9، ولكن بالنسبه للكاردينال دو ا هنا غادي تصعب شويه. ناخذ الكاردينال دو ا، قلنا شنو كتساوي ا هنا باش نختار كرتين من نفس اللون، هنا غادي يكون عندي جوج ديال الحالات، هالحاله الاولى وهالحاله الثانيه. شنو هي الحالة الأولى؟ غنختار جوج حمر وحدة خضراء. الحالة الثانية غنختار جوج وحدة جوج خضر، جوج خضر وحدة حمراء. إذا الترجمة ديال هاد الحالات اللي قلنا أ دو كات فوا أ أن سانك، جوج من 4 وواحدة من 5 خضر دونك وحدة خضراء، جوج من 5 يعني جوج خضر، واحدة من 4 يعني وحدة حمراء. دونك حنا شفنا بان في لارونجمون في الترتيبه الترتيب مهم. كيفاش الترتيب مهم؟ يعني اللي تنقولوا لارونجمون بحال ما تنقول الاولى خضراء والثانيه حمراء، راه تختلف عن الاولى حمراء والثانيه خضراء، او الاولى تحمل رقم واحد اللي كتقول صفر واحد راه ما كتعنيش هي واحد صفر. الا كنا كندير سحب في ان واحد بحال بحال، ولكن بالنسبة للتتابع هنا كيولي راه التتابع يعني كتولي ترتيب مهم. نرجعو لهنا، ملي تنقولو أ اثنان أربعة و أ واحد من خمسة كنقولو جوج خضر جوج حمر وحدة خضرا، ولكن هنا ما هضرتش على الترتيب ديالو، قلتي جوج خضر وحدة حمرا. هنا بالنسبة لأ أو نشوفو هاد الترتيب هذا هو الأولاني عاد نهضرو. الوغ شنو قلنا كيفاش كنحسبو ونخرجو الترتيب؟ غنخدو مثال، غناخد جوج خضر وحدة حمرا، غناخد المثال الثاني جوج خضر جوج من هنا وحدة حمرا. الوغ هنا شحال عندي من حالة؟ عندي الحالة الأولى ها الثانية وها الحالة الثالثة. إذا شنو كنلاحظو؟ مايمكنش ما تلقاش شي حالة أخرى، هادي هاد الصفر مع واحد واخا تقلبهم ماشي مشكل، حيت هنا كنهضرو على الخضر، خضر هنا وخضر هنا، ما كنهضرش على الأرقام. ألو حنا شنو قلنا؟ إما غتكون عندي الحمر في المكان الأول أولا في المكان الثاني أولا في المكان الثالث. دونك هنا
راه كيوقع بحال كيوقع اختيار اخر، سحب اخر، بحال كنسحبوا واحد المكان من بين ثلاثه ديال الامكنه. مثلا نقول انا عندي مثلا الاحمر، انا هذا هو الاحمر، غناخذ الاحمر مثلا. هذا الاحمر كل مره غادي ياخذ بوزيسيون، كل مره غادي ياخذ مكان معين. دونك هنا كنختاروا وحده من بين ثلاثه، او لا كنختار جوج من بين ثلاثه ديال الحفر. اما غنختار هاد جوج حفر او هاد جوج امكنه، ولا غنختار هاد جوج، ولا غنختار هاد جوج. دونك هنا بحال بغيت تقول عندنا اختيار او سحب جوج كرات او جوج اماكن تآنيا في آن واحد، السحب في آن واحد. وملي تيكون عندي السحب في آن واحد، هذا كيعني بان راه عندي اون كومبينيزون اللي هي السي. دونك هنا السي كنختار واحد من بين ثلاثه، اما الاحمر او لك غندير السي من دون ثلاثه. وحنا عارفين بان مادام ثلاثه ناقص واحد هي جوج، اذا السي واحد ثلاثه هي السي جوج ثلاثه حسب القاعده. دونك اما تخدم بالاحمر ولا تخدم بالاخضر، راه سي باغي بحال بحال. الوغ هنا كاين اللي يقدر يطرح علينا واحد السؤال، غيقول لك ها هي هنايا كاينه ا، علاش حنا ما درناش السي، ما درناش الترتيب؟ الوغ اللي خصك تفهم هو ان من الوقت اللي كتستعمل ا ارونجمون، صافي الترتيب راه داخل ضمنيا، الترتيب كاين تخي بيان. و الا كان الترتيب هنا ضمنيا كاين، علاش زدرنا هنايا السي؟ الوغ هنا الترتيب اللي تنقولو الترتيب ضمنيا كاين، الترتيب ديالاش؟ الترتيب ديال هاد الثلاثه بعضياتهم. هنا الترتيب ماشي ديال هذاك الثلاثه، الترتيب ديال هادو مقارنه مع هادو. مثلا كتقول لي هنا قلنا ثلاثه ديال الكرات، دونك راه دخلنا الترتيب صافي، حيت ثلاثه كلهم عندهم نفس الحدود بحال بحال. ولكن ملي جيت لهنا ثلاثه تقسمات، لاحظ هنا ثلاثه جوج زائد واحد هي ثلاثه. داك ثلاثه ديال الكرات اللي سحبت ولات واحد الخصوصيه بين داك الكرات، وبالتالي هنا الا سحبت انا هنا جوج هما اللي بحال بحال، اللي هما حمر. اما هاد الخضراء هادي مختلفة عليهم. دونك انا كنهضر هنا على الترتيب ديال هادي مع هادي. دونك ان استيس الوقيته اللي هاد ا اللي تكونوا كنهضروا على ثلاثة تقسم، تولي عندي ا جوج في ا كذا كذا، عرف بان هنا خصك تدخل الترتيب. اذا بقات مجموعة راه الترتيب ما غاديش تحتاج، راه ديجا راك حاسب. دونك هذا كيبقى دابا الحساب، الحساب ديال هادي ثلاثة سي هي 3 4 في 3 في 2 هذه هي 4 في 3 جوج مرات، ها هما في 5 ها هي 5 في 4 ديال هذه في 4 ديال الثانيات اللي كتساوي 3 عامل 60 زائد 80 اللي هي 3 في 140 اللي هي 420. دونك بقى لنا البي دو ا اللي هي كارديان دو ا على كارديان دو اوميغا اللي هي 504 420 على 504 اللي هي 5 على 6. هذا السؤال الاول. ارانا دابا السؤال الثاني، الحصول على ثلاث ارقام مختلفه متنا متنا. دونك دابا هنا لي كولور ما بقاتش عندهم اون فالور، اللي كيهمنا دابا هما لي نيميرو ولا لي شيفر. عندي 0 0 1 1 1 2 2 2 و 3. الوغ كيفاش نحصل على ثلاث ارقام مختلفه متنا متنا؟ شنو هي هاد متنا متنا؟ يعني حتى رقم ما تيشبه الاخر. بحال دابا حنا كنهضروا هنا على ثلاثه ديال الارقام، دونك 0 0 1 حتى دول مختلفين، ماشي بحال بحال. صفر صفر واحد راه مختلفين، واخا هادو جوج صفر صفر بحال بحال، ولكن ملي جات الثالثة ولات واحد دونك راهم مختلفين. ولكن ماشي هذا هو المقصود في هذا السؤال. هنا الحصول على ثلاث أرقام مختلفة متنا متنا، كل جوج مع جوج ما تيتشابهوش، بمعنى أن صفر صفر واحد ما خداماش، كاين صفر واحد جوج، صفر واحد ثلاثة، صفر جوج ثلاثة، واحد جوج ثلاثة، ما يمكنش تكون صفر واحد واحد. طيب يا دونك شحال كاينه من امكانيه؟ انا عندي 4 ديال الارقام، انا عندي 1 2 3 4، عندي 0 وعندي ال ا وعندي 2 وعندي 3. شحال من حاله كاينه؟ كاينين 4 ديال الحالات. شكون هما؟ الوغ الكاردينال دو بي هو شنو؟ اما الحاله الاولى تكون 0 1 1 غناخذ رقم من 2 ها هي، غناخذ رقم من هاد ثلاثة ديال واحد ها هما واحد من ثلاثة، ولا غناخد رقم من هاد ثلاثة اللي هو واحد ثلاثة. يعني هنا شنو عندي؟ عندي زيرو أن دو، هنا غيكون عندي زيرو نيت هي بحال هادي، زيرو أن تخوا، غناخد صفر واحد ثلاثة، زيرو أن تخوا. هنا غادي ناخد زيرو عاوتاني ولكن دو تخوا، زيرو دو تخوا. هنا عندي ثلاثة وهنا عندي وحدة وهنا عندي جوج، ها هما ثلاثة هنا جوج وهنا وحدة. واخيرا غناخذ 1 2 3 اللي هي 3 3 1، وحده من كل وحده من 3 وحده من 3 وحده من 1.
دونك هذا هو الشق الاول من الاجابه على هذا السؤال. ولكن هنا لاحظوا معايا هذا هذه كما قلت لكم قبيله التقسيمات ما بقاش عندي، دونك هذه تختلف عن هذه تختلف عن هذه، دونك هنا الترتيب مهم، دونك خصنا هنا نخدم الترتيب. الوغ كي غندير ليه الوغ ناخذ مثال اللي هو 0 1 2 مثلا، عندي هاد الارقام هادو 0 1 2 يعني هنا غيكون ثلاثه الارقام، هنا غيكون عندي ثلاثه الارقام، هنا غيكون عندي ثلاثه الارقام، هنا غيكون ثلاثه الارقام. انا غناخذ غير حاله واحده 0 1 2 اللي هي هادي، ها هي جوج وحده من جوج وحده من ثلاثه هي هادي وحده من ثلاثه اللي هي هادي. غناخذ هاد الحاله والاخرى كيتشبهوا ليهم. دونك شحال من حاله عندي هنايا؟ الوغ باش نعرف الحالات اللي عندي نقدر نخلي صفر بلاصتها ونغير هادو بجوج، دونك غتولي عندي 0 1 2 0 2 1، ونقدر ناخد عاوتاني 1 هو اللي غنخليه ثابت، غتولي عندي 1 0 2 1 2 0، واخيرا غادي نقدر ندير نفيكسي هنا 2 وتولي ليا 2 1 0 او 2 0 1. دونك هادو هما الامكانيات اللي كاينين، ما كاينش شي حاله اخرى. بحال دابا هنا بغيتي تبدا بزيرو غتلقاها هنايا، اما غتبدا بزيرو ولا غتبدا بواحد ولا غتبدا بجوج. تخي بيان، دونك شحال عندي بحال عندي 6، ولكن هذه ماشي طريقه تبقى تدير كل حاله ديرها بوحدها شويه صعيبه. دونك شنو خصنا ندير هنا؟ الفكره واحد الفكره بسيطه، هو انه عندي ثلاثه ديال الارقام وعندي ثلاثه ديال الاماكن، ثلاثه ديال الحفر الا بغيتي، ولا ثلاثه ديال الاماكن. الوغ هاد ثلاثه ديال الارقام غيبداو يتبدلوا، يبدلوا الاماكن ديالهم على هاد ثلاثه ديال، او بداو يبدلوا ثلاثه الاماكن ديالهم ثلاثه بيهم. دونك عندي عدد ديال الارقام يساوي عدد الاماكن. يعني الوغ هنا شنو غيوقع؟ هنا عندي تبديله كما قلنا لها التبديل، كيبدا يبدلوا الاماكن ديال. دونك عندي هنا تبديله اللي هي بالفرنسيه بيرميتاسيون. الوغ ملي كتكون لا بيرميتاسيون هي كنستعملوا لو فاكتوريال العاملي. الوغ هذاك الثلاثه كنديروا لها عاملي ثلاثه فاكتوريال دو تخوا اللي هو ثلاثه في جوج اللي هي سته كذلك اللي خرجت لنا هنايا. الوغ عقلوا مزيان ونديروا واحد الريكاب هنا مهم. لقيتها اللي نرجع لهذه، هذه هنا اللي كتكون عندي ثلاثه داك الكرات كيبقاو مجموعين كنختارهم مجموعين، ما كاينش الترتيب لان اصلا استعملتي وراه فيها الترتيب. لقيتها اللي كيتقسموا يعني كتكون عندي جوج الاقسام او ثلاثه شحال ما كان عندي هنايا جوج مثلا، عندي جوج من اربعه وعندي جوج كيختلفوا على وحده، كنستعمل لا كومبينيزون. الا كان عندي هنا هما تقسموا، ولكن لاحظوا هنا عندي واحد واحد واحد، اصلا غيكون عندي جوج حوايج، يا اما كومبينيزون سي يا اما الفاكتوريال. الا كانت عندك واحد 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 يعني الكرات كلها تكون الكره تختلف عن الاخرى، هنا كتولي فاكتوريال. والا كانت عندك الكرات يعني عندك ماشي واحد وحده وحده وحده، عندك جوج مع وحده او ثلاثه مع وحده او شي بحال هكا، كتستعمل ديك الساعه كومبينيزون. دونك بقى لنا نحسبوا هذه 3 فاكتوريال دو 3 سي 6، هنايا جوج في 3 في 3، جوج في 3 في 1، جوج في 3 في 1، و 3 في 3 في 1 اللي هي 6 عامل 18 زائد 6 زائد 6 زائد 9، 3 في 3 9 اللي كتساوي 6 في 36 اللي هي 234. وفي النهاية بي دو بي هي كاردينال دو بي على كاردينال دو اوميغا اللي هي 234 على 504 اللي كتساوي 13 على 28. مزيان، نمشيو للسؤال الثالث. الحصول على ثلاث كرات من نفس اللون، الأخرى كنهضرو على الألوان، أرقام ما عندهمش أون فالور، ثلاثة الكرات من نفس اللون ما قلناش واش مختلفة ولا لا، ثلاثة الكرات دونك إما غيكون ثلاثة حمر أو ثلاثة خضر. ثلاثة من أربعة زائد ثلاثة من خمسة، ولاحظوا هنا ثلاثة ما تقسماتش، دونك ما غنستعملش هنا الترتيب حيت ثلاثة كلهم بحال بحال. دونك غنحسبها عادي، هي أربعة في ثلاثة في جوج، وهنا خمسة في أربعة في ثلاثة 12 في جوج 24، وخمسة هي 60 هي 84. دونك بي دو سي لا بروبابيلتي دو ليفينمون سي كارديان دو سي على كارديان دو أوميغا اللي هي واحد على ستة. وأخيرا الحصول على كرات مختلفة اللون، الو هنا مختلفة اللون ما قلناش متنا متنا، دونك هنايا إما غتكون عندي جوج حمر، إما غتكون عندي وحدة حمراء وجوج خضر، أو جوج حمر ووحدة خضراء. دونك هنا عندي حالات، أولا
الوغ ملي تنقولو هنا الحصول على كرات مختلفة اللون، رجعتي للسؤال اللي قبل، الحصول على 3 كرات من نفس اللون. دونك هذا الحدث السي هو الحدث المضاد للحدث الدي، دونك المجموع ديالهم كيساوي 1، وبالتالي كيمكن نقول بأن بي دو دي ايتيكال ان موان بي دو دو سي، اللي هي 1 ناقص 1/6، إذن هي 5/6. وهنا نكونو كملنا التمرين، ونتمنى لكم التوفيق، وديروا في لي كومونتير كيفاش جاكم التمرين، واش خرجتوه ما خرجتوش، واش كان في المستوى ماشي في المستوى، باش بناء عليها يكونوا ان شاء الله فيديوهات اخرى ان شاء الله.